مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صحافة الغد الذي نتناول فيه آخر وأهم الأخبار الصادرة في صحف القاهرة صباح الغد. نبدأ الحلقة كالعادة بالتذكرة بأبرز العناوين. من اليوم السابع نقرأ رسائل مصر الحاسمة من باريس. ومن المصري اليوم، انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات وسط إجراءات احترازية. ومن الوفد، خالد العناني وزير السياحة والآثار، 3 ملايين سائح زاروا مصر بنهاية الشهر الجاري. ومن المصري اليوم، صلاح صانع الأمجاد وكاتب التاريخ في ليفربول. أهلا بكم من جديد ونبدأ بتفاصيل الأخبار. ومن اليوم السابع نقرأ رسائل مصر الحاسمة من باريس وعن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا والتي تابعناها مع حضراتكم. نقرأ هذا الخبر بالتفاصيل. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا شهدت خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، كما يجري التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميا ودوليا. وأشار الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه أمس، أشار إلى أن محادثات القمة اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث تم استعراضه بصورة تفصيلية كل أواصر التعاون، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة. واستهل الرئيس السيسي كلمته خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة المباحثات بخالص الشكر على الدعوة الكريمة من ماكرون لإتمام زيارة الدولة إلى فرنسا، كما أعرب عن تقديره لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيها منذ وصوله إلى باريس، وهو ما يؤكد على ما يجمع بين البلدين من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة، وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب. نذهب لجريدة المصري اليوم ونقرأ منها انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات وسط إجراءات احترازية. عن تفاصيل هذا الخبر نقرأ. انطلقت اليوم أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل في التوافد على اللجان الفرعية التي يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة 9 مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء. ووصل القضاة المشرفون على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المركز الانتخابي، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة وعدد كاف من صناديق الاقتراع بلاستيكية شفافة، تم فتح اللجان في 9 صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وتجري انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين. وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة، والتي تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات. كما انتظمت الخدمات الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع التي تشهد التصويت في ختام جولات المرحلة لمرحلة الانتخابات البرلمانية. ودفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويتنافس في جولة إعادة المرحلة الثانية 202 مرشح على 101 مقعد في 13 محافظة،
هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء. وللمزيد من المتابعة حول انتخابات مجلس النواب معنا عبر الهاتف الأستاذة فريدة محمد رئيس القسم البرلماني بروزا اليوسف. أستاذة فريدة مرحبا بك. مساء النور، أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين. أهلا بك. كيف تابعتي اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب؟ مراكز الاقتراع أغلقت منذ حوالي ساعتين الآن وفي انتظار فتحها مرة أخرى في 9 صباح غد، فكيف تابعتي اليوم؟ طبعا زي ما حضرتك عارف أنه المنافسة في اللحظات الأخيرة في جولة الإعادة بتكون أشد نظرا لأنها بتكون الجولة الحاسمة، فكان في حرص من الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة والمستقلين أيضا على فكرة حجم الناخبين للإدلاء بأصواتهم وحثهم على المشاركة في العملية، لأن زي ما حضرتك عارف أنه الصوت الواحد في مثل هذه المعارك بيحسم النتائج. طبعا كان في مجموعة من الدوائر الساخنة، سخونة هذه الدوائر بترجع إلى كثرة عدد من يقودوا جولة الإعادة والمنافسة بين يعني طبعا كان في دوائر فيها منافسة داخل الحزب الواحد، خاصة أنه هنا بتحدث عن حزب الأكثرية والأغلبية البرلمانية مستقبل الوطن، ليه متنافسين من داخله بيتنافسوا في دوائر، يعني يمكن كان في بعض في أحد دوائر الشرقية له مثلا في هناك منافسة بين يعني مثلا ما يقرب من 4 مرشحين بينتمون ليه بخلاف المنافسة من المستقلين. طبعا في جولة الإعادة واضح انه في سيدات بتخوض جولة الإعادة على المقاعد الفرداوي، يمكن دي فكرة مختلفة لم نعهدها من قبل، لانه كان دايما كان في حديث عن انه المرأة يعني لا تنجح الا بفكرة التمييز الإيجابي على القوائم، لكن هذه المرة المرأة بتخوض المعركة على المقعد الفردي وبتخوض جولة الإعادة، ويمكن ده كان واضح ايضا في دايرة مدينة نصر اللي بتشهد منافسة بين احد المرشحات ومرشح، وبالتالي جولة الإعادة هنا مختلفة عن ثقات. طبعا اليوم الثاني اتصور انه هيبقى فيه نسبة اكبر من المشاركة، لانه الناخبين يعني او المرشحين يريدون حظ مزيد من المقاعد، مزيد من الاصوات، يعني وبالتالي فبتتكلم ان الساعات المقبله ستكون اكثر حسما للعمليه الانتخابيه، انه زي ما حضرتك عارف انه النتائج الانتخابات السابقه اكدت ان المعركه ليست محسومه سلفا كما يروج البعض او كما يروج البعض الشائعات، ولكن الاصوات الناخبين ومشاركتهم في العمليه الانتخابيه هي فقط من تحسم النتائج، وبالتالي فهناك يعني حرص على مشاركه الناخبين في العمليه من جانب الناخبين ومن جانب ايضا الاحزاب التي تحث المواطنين على المشاركه في العمليه الانتخابيه. نعم، هذا عن قوه وسخونه المنافسه في الدوائر المختلفه. أستاذة فريدة، هل تعتقدين أن فيروس كورونا هذا العام وانتشاره أثر بشكل أو بآخر على قوة المشاركة، أم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات بالطبع لتأمين اللجان ساعدت على زيادة الإقبال؟ خلينا نقول أن الدولة المصرية نجحت في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية سواء على مجلسي الشيوخ أو النواب في ظل تحديات هي تحديات كبيرة. تحدي فيروس كورونا بالتحديد، حضرتك عارف أنه في دول أرجأت بعض الانتخابات سواء محلية أو غير محلية بسبب فيروس كورونا. هي هنا الدولة المصرية نجحت في توفير الإجراءات الاحترازية حتى تستطيع أو حتى تتم العملية الانتخابية بنجاح، ولم تلجأ الدولة إلى خيار تأجيل العملية الانتخابية، وهذا يحسب نجاح للدولة المصرية. ويمكن كان رئيس البرلمان اليوم بيتحدث عن أن يعني التجربة المصرية ستجعل بعض الدول التي أرجأت انتخاباتها أن تعيد النظر في هذه الفكرة. أنا حضرتك عارف أنه كان في حرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد
التباعد الاجتماعي وغيرها من الادوات الوقائيه. لكن في نفس الوقت كان ايضا في جهود من جانب الاجهزه الامنيه حتى تنجح العمليه الانتخابيه، وايضا مؤسسات الدوله بمختلف يعني بمختلف تصنيف يعني انواعها، وايضا وزاره الصحه و يعني الاجراءات التي تم اتخاذها، وطبعا التوعيه من خلال وسائل الاعلام. هنا بنتكلم على انه الدوله المصريه نجحت في انجاز الاستحقاقات الانتخابيه الخاصه بالعمليه الانتخابيه على مجلسي الشيوخ والنواب. طبعا بانجاز الانتخابات الحاليه بتظهر خريطة جديدة للحياة السياسية تحت قبة البرلمان. هذه الخريطة بتشير ملامحها الأولية إلى أنه في تغيير حقيقي في تمثيل الأحزاب والقوى السياسية تحت قبة البرلمان. يمكن في حزب أكثرية وأغلبية هو حزب مستقبل وطن، هناك أحزاب جديدة ظهرت على الساحة السياسية لم تكن لها توجه كبير، مثل حزب الشعب الجمهوري، يعني أصبح حزب موجود له عدد أكبر عن ذي قبل. في أحزاب اختفت من حيث التمثيل النيابي والهيئات البرلمانية زي حزب المصريين الأحرار. هناك المستقلين يمكن عددهم في هذه المعركة أقل عن ذي قبل، بسبب أنه واضح أنه يعني فكرة انضمام الشخصيات إلى الأحزاب انعكس بالنهاية. نعم، بالتأكيد هي انتخابات مختلفة قلبا وقالبا وتحمل أهمية خاصة هذه المرة تحديدا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة فريدة محمد رئيس القسم البرلماني بروز اليوسف، شكرا لك. نتحول لجريدة الشروق وخبر عن فيروس كورونا اللي ضرب عدد كبير من دول أوروبا منهم بريطانيا. والخبر يقول اليوم بريطانيا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح. من تفاصيل هذا الخبر، تستعد بريطانيا غدا الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر لبدء أكبر حملة تطعيم بريطانية في التاريخ كخطوة أولى للقضاء على فيروس كورونا القاتل، بعد أن حصلت الهيئة الصحية البريطانية على 10 مليون جرعة من لقاح شركة ألمانية. وكشف كريس هوبسون رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن المملكة المتحدة لم تتمكن من الحصول إلا على 10 مليون جرعة فقط، وسيكون غدا الثلاثاء بداية انطلاق السباق بتطعيم سكان دور الرعاية في غضون أيام، كما سيتم تطعيم الفرق الطبية بالصفوف الأولى في أوائل قائمة برنامج التطعيم. وأوضحت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا أنه تم نقل مئات الآلاف من الجرعات في أسطول من الشاحنات غير المميزة، والتي تم تأمينها على مستوى عال خوفا من هجمات العصابات لسرقة الجرعات أو تلفها عن عمد، بعد أن حذر الانتربول من خطر مافيا العصابات ومحاولتهم لسرقة اللقاح المنتظر. وكانت بريطانيا قد عهدت بالحصول على 40 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري، خاصة بعد أن تعهدت بتحصين 5 مليون شخص قبل حلول عيد الميلاد. والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة تتوقع أن يصل 4 مليون جرعة خلال نهاية الشهر الجاري من لقاح فايزر، خاصة بعد أن حجزت الحكومة البريطانية نحو 40 مليون جرعة التي تكفي لنحو 20 مليون شخص. ومن المقرر أن يتم نقل ملايين الجرعات من مصانع الشركة الأمريكية داخل بلجيكا إلى المملكة المتحدة عن طريق الطائرات العسكرية لتجنب التأخير في الموانئ، حفاظا على سلامة اللقاح والحفاظ عليه في درجات حرارة ناقص 70 درجة مئوية. ونعود للشأن المحلي ومن جريدة الشروق، شعراوي تراخيص البناء الجديدة مميكنة من الإدارات الهندسية بالمحليات. وعن تفاصيل هذا الخبر، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن رخص البناء الجديدة وفقا لمنظومة اشتراطات البناء ستكون مميكنة، وسيتم ربطها بمنظومة العقارات الرقمية التي سيتم تسجيلها على المنظومة الرقمية للبناء. وأضاف شعراوي خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه لا صحة لنقل تراخيص البناء إلى الجامعات المصرية، ولكن الجامعات ستشارك في فحص الأوراق والإجراءات المتبعة، ولكن في النهاية سيكون خروج رخص البناء من الإدارات الهندسية بالمحليات. وأوضح أن الجامعات المصرية والمكاتب التابعة لها ستكون مشرفة على العمل الفني والتقني والسلامة الإنشائية لتراخيص البناء،
فضلا عن إشرافها على عملية البناء والفحص والتأكد من النماذج الإنشائية الخاصة بالمهندسين، مؤكدا خروج رخص البناء من الإدارة المحلية. وتابع أن قانون تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية والمقاهي والكافيهات دائم ومستمر، مشيرا إلى أن إصداره ليس متعلق بفيروس كورونا، ولكن تم تطبيقه للقضاء على الفوضى بالشارع المصري. وأشار شعراوي إلى أن القانون جاء أيضا لتوفير استهلاك الطاقة فضلا عن التخفيف على المرافق العامة، بجانب إعطاء عاملي المحليات بهيئة النظافة فرصة جمع المخلفات من الشوارع بعيدا عن الزحام والتكدس. ومن المصري اليوم نقرأ هذا الخبر: التعليم تطلق قناة مدرستنا 2 للمرحلة الثانوية خلال أيام. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم خلال 48 ساعة القادمة إطلاق قناة مدرستنا 2 التي ستخدم طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة. وقال وزير التربية والتعليم أن قناة مدرستنا 2 ستسعى لتقديم شرح مجاني على قناة تبث بشكل أرضي وفضائي، مؤكدا أن قناة مدرستنا 2 ستشرح لطلاب المرحلة الثانوية كيفية المذاكرة بشكل صحيح من بنك المعرفة وكيفية الاستعداد للامتحانات. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الوسائل الجديدة ستساعد الطلاب على المذاكرة بأفضل وأيسر الطرق. وقالت وزارة التربية والتعليم: من أبرز الوسائل التعليمية الجديدة التي تم توفيرها لطلاب المدارس القناة التعليمية مدرستنا للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة المزيد من القنوات التعليمية الجديدة لباقي الصفوف الدراسية قريبا. خبر إيجابي عن السياحة المصرية من الوفد العناني، يقول: 3 ملايين سائح زاروا مصر بنهاية الشهر الجاري. قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2020 يصل ل 3 مليون سائح مع نهاية هذا الشهر. وأوضح الوزير أن إجمالي الدخل من هذا العدد يصل ل 3 مليار دولار. وتابع: تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أثرت بالسلب على أعداد السائحين وعلى إجمالي الدخل. وقال الدكتور خالد العناني إنه لا حجز إداري على أي منشآت سياحية حتى آخر العام، وقد تم التواصل مع الوزارات المختلفة لتفعيل هذا القرار منذ صدوره في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد. وأضاف الوزير أن القرار يتضمن تأجيل كل التزامات القطاع إلى حين عودة الحياة لطبيعتها ما قبل كورونا، مع عمل جدولة لهذه الالتزامات المالية حتى يستطيع القطاع الوفاء بالتزاماته. وأكد الوزير أنه يتدخل عند الوزير المختص في حالة مخالفة هذا القرار من أي جهة من ضرائب وتأمينات وأي جهات أخرى. انتهت جولتنا الصحفية وانتهت معها حلقة اليوم من صحافة الغد. شكرا وإلى اللقاء.